هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟ قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويتبع المسلمين عاصي ما هو كافر. قاتل الناس معصية مو كفر. فإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويتبع المسلمين. لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار، لأن لا يظن أنه راض عن عمله. فالإمام الأكبر السلطان أو القضاة أو رئيس البلد وقال البلد أو أميره إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ هذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المسلمين. نعم.